الله الرحمن الرحيم. اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا والفقره الطبيه الاسبوعيه في برنامجكم اخر النهار. والنهارده هنتكلم عن حمله هتبقي ماما برعايه شركه ميرك. والحقيقه انه الحمله دي بتهدف للتوعيه لتوعيه كل المقبلات على الانجاب. وعشان التوعيه دي مش هدفها بس ان احنا بندي معلومات، لكن الهدف اننا نبين المميزات وبرضه نبين المخاطر. التوعيه يعني الناس تبقى عارفه ما له وما عليه. النهارده بيشرفنا الاستاذ الدكتور هشام صالح، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه طب جامعه الاسكندريه واحد اقدم المتخصصين في علاج العقم والحقن المجهري في مصر. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. احنا يعني جرت العاده انه ارتبط الحقن المجهري بفكره انه الام دي اللي بتعمل حقن مجهري دي اكيد نسبتها عاليه في انها تجيب توائم، ودايما يعني بنفرح بفكره ان هي حامل في توأم. لكن حضرتك يعني جاي علشان تحط يعني نقط على الحروف في فكره انه زي ما الموضوع يفرح الموضوع لازم نبقى يعني حذرين جدا فيه. فالاول عايزين نعرف ليه الحقن المجهري بيزيد نسبه ان الام تجيب توائم؟ طبعا في الحقن المجهري احنا بنطلع عدد بويضات كتير. الهدف ان احنا عايزين نخلي الست تنتج عدد كبير ان احنا نوصل لنسبه نجاح عاليه. تمام. فالعدد المثالي تقريبا ان احنا لو طلعنا مثلا 15 ل 20 بويضه هيبقى عندنا عدد اجنة كويس نقدر نختار احسنهم عشان نحطه في الرحم يقوم يؤدي الى نسبه حمله عاليه. وعشان كده الحقن المجهري نسبه نجاحه عاليه جدا مقارنه بنسبه حدوث الحمل في الشهر في الطبيعي. في الطبيعي نسبة حدوث الحمل 20% في الناس الصغيرين اللي هم خصوبة عندهم عالية، لكن في الحقن المجهري ممكن نوصل ل 60% و 70% نسبة حمل. الحمل في الحقن المجهري مش بس جاي من ان انا اخترت احسن جنين. لا، كان زمان المتعارف عليه ان احنا بنحط اكتر من جنين، فاللي بيحطوا اكتر من جنين يحطوا مثلا 2 اجنة او اكتر هيبقى احتمالات حدوث الحمل في جنين واحد وردة، واحيانا ممكن الاثنين اجنة اللي محطوطين يمسكوا هما الاثنين ويبقى الست حامل في توأم. التوأم بقى ده له جاذبية عالية جدا وسط الناس طبعا. ان هما حابين قوي ان هما يجيبوا توأم عشان في اعتقادهم ان هما ينجزوا ويجيبوا الطفلين اللي هما عايزينهم مرة واحدة ويخلصوا، لكن هما مع الأسف مش عارفين المشاكل والتبعات والمضاعفات اللي ممكن تحصل، بحيث ان هم يعني يبقى احسن لهم فعلا ان هم يحملوا في طفل واحد. ففي الحمل التوأم نسبه حدوث ولاده مبكره عالي جدا. عالي جدا. يعني 60-70% من التوائم بيولدوا قبل التاسع. فاما بيولدوا قبل التاسع يعني قبل الاسبوع 37. الولاده اللي هي قرب التاسع في الثامن كده يعني دي ممكن تعدي وما فيهاش مشكله، لكن عندنا 20% من التوائم بيولدوا بدري خالص قبل الاسبوع ال 34. وفي 10% كمان منهم نصهم بيولدوا بدري جدا قبل الاسبوع ال 32. يعني معناها ان الاطفال دي نسبه كبيره منهم هيحصل لها مضاعفات ومشاكل وممكن بنسبه كبيره قوي يتوفوا كلهم. يعني الست في الاخر اللي خدته من انها حملت في اتنين فقدته في انها تعرضت لمخاطر ومشاكل ومضاعفات، والاطفال ممكن يدخلوا حضانات ويكلفوا تكاليف رهيبه اعلى بكتير جدا من تكلفه حقن المجهري. وطبعا يعني انا سالت الدكتور، انا بشوف توائم كتير وناس قال لي دول اللي عدوا. طبعا. وانه حضرتك لانه يعني ايدك في الموضوع على طول، فحضرتك بتشوف نسب احنا بنشوف نسب اللي نجحت واللي عدوا وبنشوفهم قدام، بنشوف الكويس ومش انما حضرتك النسبه كام لكام بقى؟ نسبه الحدوث المشاكل عاليه جدا. ونسبه كبيره من التوائم دهيت اللي هم بيتولدوا بدري بيتوفوا او بيحصل لهم مشاكل في التنفس، مشاكل في المخ، ممكن يبقى تقدمهم في الدراسه بعد كده مش كويس، ممكن طفل منهم يتوفى والتاني يكمل ويبقى تقدمه في المدرسه وتفكيره وذهنه مش مظبوط، ممكن يبقى عنده عيب في طيب يبقى المشكله في ترجيع الاجنه، يعني العدد الاجنه اللي بيدخلوها تاني دي بقى يعني مسؤوليه الدكتور ان هو ما ينصحش بانه يزود العدد ولا ايه؟ هو طبعا كل حاله لازم تدرس على حده. ليه؟
لان انا بوازن بين حاجتين، بوازن بين المخاطر بتاعه التوام وما بين نسبه النجاح. فاحنا عندنا حالات ممكن نرجع لها جنين واحد ونحافظ على نسبه نجاح عاليه، اللي هم الناس اللي سنهم تحت ال 35، اللي هم الاجنه بتاعتهم جيده في الجوده بتاعتها عاليه وكويسه، اللي هم هيرجعوا الاجنه في اليوم الخامس، اللي هم ما عندهمش سابق تجارب في حقن مجهري وفشل كتير، حالتهم الصحيه والطبيه كويسه، دول ممكن فعلا نرجع لهم جنين واحد ونسبه نجاح تكاد تقارب ان لو حطينا لهم اثنين. يعني ممكن نسبه الحمل اما نحط جنين واحد ممتاز في واحده سنها صغير تكون مثلا في حدود 50%، في حين لو حطينا لها اثنين نسبه الحمل هتكون مثلا 60%، لكن 30 ل 40% لو حطينا لها اثنين هيبقوا توأم. يعني لو حطينا اثنين 30% ل 40% 35% تقريبا يبقوا توأم. يعني معناها في 35% من اللي حملوا في التوأم عندهم هيواجهوا مشاكل، هيواجهوا او محتمل يواجهوا مشاكل، احتمال يواجهوا المضاعفات كمان ما بتبقاش للاطفال بس، في مضاعفات للام كمان. يعني نسبه الاصابه بالسكر بتاع الحمل ونسبه اصابه بتسمم الحمل وارتفاع الضغط، احنا كده هنعقد الستات اللي بتشوف في توائم ولا ايه يا دكتور؟ النسب بتزيد، نسب المشاكل. هو حضرتك قلت لي حاجه غريبه جدا، قلت لي ان في قوانين في اوروبا بتمنع ان هم يرجعوا غير جنين واحد، يعني ده قانون؟ طبعا. لان يعني مثلا دول زي الدنمارك او كده او بعض الدول فنلندا بيحددوا بقانون ان ترجيع الاجنه يكون جنين واحد فقط، عشان ما يبقاش بقى في مجال للاختيار، عشان هم يهمهم صحة الأم وصحة الطفل، وكمان الحكاية دي بتسهل قوي. ليه؟ لأن التأمين الصحي هناك هو اللي بيغطي الموضوع، بيغطي التكلفة يعني. طيب عدد البويضات المناسب بقى دكتور للحمل بقى احنا بنحاول دايما احنا ننتج حوالي 15 بويضة، عشان في الآخر ترسي على مثلا تلتهم أجنة ممتازة. لكن مش دايما نقدر نوصل لنفس العدد في كل الناس، في ناس بتكون استجابتها قليله شويه ما بتنتجش ابدا عدد كبير، وفي ناس بتطلع عدد كبير واكتر من كده كمان. لكن هو الهدف من كده ان احنا يبقى عندنا اختيار، يبقى طيب عندنا مين اللي حضرتك بتوافق انك ترجع لها اكتر من الاجنه اكتر من واحد؟ هو يعني حضرتك طبعا احنا عندنا قواعد زي ما قلت لحضرتك، السن الصغير واللي هم اجنتهم ممتازه واللي هم مرجعين في اليوم الخامس واللي ما عندهمش سوابق تجارب فاشله قبل كده ممكن نرجع لهم جنين واحد. السن الاكبر من كده ولو الاجنه مش جودتها مش عاليه قوي ممكن نزود لاثنين، لكن ثلاثة ده حاجة استثنائية جدا جدا في سن بقى كبير قوي مع تكرار فشل قبل كده. لكن احنا عندنا دلوقتي طرق حديثة ان انا اقدر حتى في الحالات اللي هي فرص نجاحها مش كبيرة زي السن الاكبر ان انا ارجع جنين واحد بنسبة نجاح عالية. يعني عندنا طرق وتكنولوجي دلوقتي ممكن نستعملها في السن الكبير وفي الناس اللي عندهم مشاكل، ان انا اقدر باستعمال التكنولوجي دي ان انا اقدر احط جنين واحد بثقة، اقدر احدد الجنين الممتاز اللي هو فرصة نجاحه عالية وما يفرقش معايا خالص السن او اي مشاكل. الطرق دهيت بتتلخص في طرق ادفانسد شويه، يعني متقدمه قوي، زي مثلا ان احنا نعمل تحليلات وراثيه للاجنه، بنعمل تحليلات وراثيه للاجنه، بناخد عينه من الاجنه وبعدين نجمد الجنين، بعد كده التحليل الوراثي لو طلع ان الجنين ده سليم بنرجع الجنين السليم ده بعد فكه التجميد. هنا لو انا رجعت جنين سليم نسبه النجاح بتبقى عاليه جدا جدا، كاني حطيت اثنين. اعتقد في ثوره يعني كل ماده وكل سنه عالي جدا. مش كده التطور على طول سنويا يعني في مواكبه، وفي مصر زي بره احنا في مصر عندنا متقدمين جدا في حقن مجهري زي بره، والميزه الكبيره جدا في مصر ان التكلفه اقل بكتير جدا. انا بشوف اجانب كتير بتنزل مصر تعمل، هو فعلا في اجانب بينزلوا بس هو طبعا بنفتقر احنا للدعايه طبعا والثقه الاجنبي في دوله زي مصر. بس يعني لو اشتغلتوا على السياحة العلاجية والله يا دكتور الدنيا تشتغل، والله ده تشتغل حاجة مشجعة جدا، ولكن تحتاج مجهود كبير عشان نبني الثقة. وحضرتك في اسكندرية بقى يعني حلاوة اسكندرية وشط اسكندرية مع التقنيات اللي موجودة. طيب ايه احدث طرق العلاج في تنشيط بقى البويضات؟ والله احنا يعني اما بنبقى عايزين نتحكم في الاستجابة بتاعت السيدة
لازم يبقى عندنا تحكم جامد قوي في جرعه العلاج. فاحنا عشان نتحكم في جرعه العلاج كل الطرق العلاج التقليديه بتبقى الحقن يا اما 75 وحده يا اما 150 وحده يا اما 225، يعني ما اقدرش اخد كسور، ما اقدرش اتحكم بدقه في الجرعه اللي بديها الا لو استعملنا حاجه زي الالم. يعني مثلا في ادويه بتبقى جايه في صوره الم وعليه تدريج اقدر ازود الجرعه واقللها بدقه كبيره، زي مثلا الم الخصوبه. فباستعمال حاجه زي كده احنا ممكن ان احنا نتحكم في الجرعه بدقه، فما نعرضش الحاله لتنشيط زايد قوي ويبقى يتنتج بويضات كتير قوي، يحصل لها حاجه اسمها فرط تنشيط وبتبقى خطيره عليها. فده مهم قوي التحكم في الجرعه. يعني مش زياده كده وتقول لك مش هي لا طبعا. والزياده قوي كمان ممكن يبقى ليها مشكله في لخبطه في الهرمونات عند الست وفي جوده البويضات وكده. فبرضه الزياده قوي لازم يبقى فيها يعني نوع من التحكم. طيب الم الخصوبه ده ايه فايدته اكتر من الحقن؟ هو وسيله لاعطاء الماده المنشطه بدقه، بحيث ان الجرعه اللي انا بديها ابقى متاكد انها واصله للست ما فيش فيها اي اختلاف. يعني انا لو عايز مثلا 50 وحده من الدواء يوصلوا، هيوصلوا 50 وحده بالظبط، اظبط الالم على 50 يطلع 50، عايزه 62.5 يبقى 62.5، 112.5 112.5. فده بالظبط مستحيل حدوث الدقه دهيت في وسائل العلاج الاخرى او في المنتجات الاخرى، لان بيبقى الحقنه متعبيه 75 وحده بس، فلو عايز نصها هخلي الست تقسمها على اتنين او مش هتبقى دقيقه خالص. طيب حضرتك ممكن تنصح مين ان هي تجمد بويضتها؟ يعني هل في واحده جت وخلفت مثلا بيبي، هل تنصحها لانه سنها مثلا داخله على الـ40 او كده؟ تنصحها ولا تسيبها على ربنا؟ لا هو احنا حياتك بقى في حاجتين، تجميد البويضات وتجميد الاجنه. تجميد الاجنه ده حاجه في غايه الاهميه، ان انا ما بطلع اجنه كتير في الحقن المجهري. ايه ده، انا اول مره اعرف، يعني دي غير دي. يعني تجميد البويضات دي قصه، ده حاجه، وتجميد الاجنه ده حاجه تانية. يعني لو رجع مثلا اربع اجنه او كده حاجه؟ لا مش اذا انا عملت حقن مجهري وعندي عده اجنه. لما التجميد اصبحت التقنيات بتاعته متطوره جدا ونجاحه عالي جدا، بقى تقريبا مماثل واحيانا افضل من الاجنه الطازه، فبقى التجميد جزء لا يتجزأ من نجاح الحقن المجهري. ليه؟ لان انا اقدر احط لها جنين واحد بس في الرحم طازه، والاجنه الزياده اجمدها. اوكي. ودي ممكن تتشال الى ما لا نهايه فعلا، يعني سنين ممكن طويل. تقعد عدد لا نهائي من السنين. يعني طبعا الست مش هترجع الاجنه وهي عندها 60 و70 سنه، لكن هي الاجنه يعني لو موجوده هتفضل عايشه. مفيش مشكله، يعني لا نهايه، حتى لو 100 سنه 200 سنه. أقدم جنين فعلا كان مجمد وحصل فيه حمل كان مجمد 24 سنة. يعني ده اللي ريبورتد، يعني ده اللي موجود، يعني يعني أقدم جنين في العالم. نفس يعني. الست بس أهم حاجة عشان بره بيحقنوا في ناس تانية. هي كانت واخدة من واحدة. طبعا ده حرام بالنسبة لنا. طبعا. إنما تقنيا يعني ينفع. إنه لو واحدة تحتفظ بالأجنة بتاعتها مجمدة. زي ما طيب ده بيوفر عليها إيه؟ بيوفر عليها بروسيجرز إيه؟ أو خطوات إيه؟ هو في عدة مميزات. اولا حقن مجهري بيتطلب مصاريف عالية جدا عشان الحقن والعلاج والمتابعة، وبعدين بعد كده التعرض لبنج سحب بويضات، وبعد كده ترجيع الأجنة. لكن انا بيبقى عندي المنتج النهائي، يعني كل الخطوات دي خلاص هتوفرها، مش هتدفع فيها. انا معايا أجنة حلوة جاهزة متجمدة بتاعتها. هي وجوزها بتشيل، مجرد ان انا هديها علاج بسيط جدا، اقراص بالبق، تجهز الرحم. دي في مصر بيعملوها طبعاً دكتور طبعاً. بيعملوها على طول. طبعا ده روتين. يعني لو واحده متجوزه 38 سنه وجابت ورجعت جنين وفي كذا جنين موجود، تشيلهم هيبقى فرصه الاجنه دي. فرصه الاجنه دي الميزه الثانيه، ان فرصه الاجنه دي انها معموله في السن ده. فحتى لو رجعتها وهي عندها 40 سنه او 41 سنه، نسبه نجاح الحمل في الحالات المجمده في الاجنه المجمده دي هيبقى زي ما كانت، زي ما تكون رجعته وهي عندها 38 سنه. المهم عمر الست وقت تكوين الجنين. وتجميد الاجنه مكلف بقى؟ لا مش مكلف. يعني هي بتأجر مثلا فريزر او حاجه؟ لا يعني هو التجميد له مصاريف في البدايه، اللي هي التجميد نفسه بدايته، وبعدين مصاريف الحفظ.
هي عندنا تعتبر اقل مصاريف في العالم كله. اوكي. برغم من استعمال نفس التقنيات ونفس الاجهزه ونفس الادوات اللي هي بتستعمل في كل العالم. وبرضه هتوفر لها كل الخطوات اللي هتعملها من اول وجديد لو هي. كتير جدا جدا جدا، وكمان بتدي حاجه تانية، ان انا بدي نسبه حمل عاليه تعادل السن اللي اتعمل فيه الاجنه، ودي بقى لا تشترى بمال، لان هي هتحمل دلوقتي تولد افترض سنها 38، بعد ما تيجي تفكر بقى تحمل تاني هتبقى 40، هيبقى الخصوبة عندها قلت جامد. لو هتعمل جديد طبعا الأجنة جودتها هتبقى أقل كتير من اللي موجودة من الموجود وهي في سن صغير. طب يبقى احنا كده نرجع تاني لمرجعنا، يعني بدل ما تروح انت وائم هي تشيل واحد وتحط واحد. وتشيل واحد ده لو عندها اثنين، لو عندها خمسة وستة بقى، وفي ناس بيبقى عندهم 10 و15 ممكن يتشالوا. واحنا ممكن كمان عشان ما يبقاش في تكلفه عاليه، احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن مثلا واحده عندها 10 اجنه ما عندهاش القدره الماديه قوي انها تجمد 10 انابيب كل جنين لوحده. طيب احنا ممكن نجمد لها 3 4 وحايد، وبعدين مثلا نجمع كذا جنين مع بعض متجمدين في انابيب اخرى ومميزين، يعني مثلا 3 يبقوا لوحدهم، وبعدين الستة الباقيين من 10 ثلاثة لوحده، ثلاثة مع بعض وثلاثة مع بعض. يعني فتبدأ الأول بالوحيد. اكتفت بالأطفال ومش عايزة تاني، خلاص عايزة اللي هم فيهم ثلاثة دول، أما نفكهم نرجع لها واحد ونجمد الاثنين التانيين تاني. والله ممكن يعاد التجميد كذا مرة والجودة ما بتتأثرش، ما تقلش ولا أي حاجة. أنا بقول لحياتك التكنولوجيا تقدمت جدا يا سبحان الله. طب بالنسبة لتجميد البويضات بقى، تجميد البويضات ده موضوع تاني. أنا ألجأ لتجميد البويضات إمتى؟ لما تكون الست مثلا لسه مش متجوزة وبعدين خايفة من أن الخصوبة بتاعتها تقل، لأن جودة البويضات بيقل مع تقدم السن. ولذلك هي مثلا نفترض سنها قرب بقى، يعني عدينا بقى 35 ولسه يعني مش عارفة هتتجوز امتى وإلخ، فبتيجي مجمدة البويضات وتحتفظ بيها، يعني نديها أدوية تنشط المبيضين وتطلع بويضات زي الحقن المجهري. معين البويضات دي ناخدها نجمدها لوحدها لأن مفيش زوج، فأنا مش هجمد أجنة، هجمد بويضات بس. لما تتجوز البويضات ده هي خصوبتها تعادل السن اللي اتعملت فيه اللي هو مثلا سي 35 34 اي حاجه. فلما هتتجوز في سن 40 بقى، في سن 39، في اي سن، اقدر بعد كده ان انا احقن البويضات ده بالحيوانات المنويه للزوج. يعني اذا أجنة لم يحدث حمل طبيعي. طبعا اذا لم يحدث حمل طبيعي. ممكن يحصل تانية حمل طبيعي وخلاص. خلاص ما تحتاجش، بس طبعا بتبقى فرصته في السن الاكبر اقل شويه. حاجه ثانيه، واحده يكون عندها مثلا لا قدر الله يعني ورم سرطاني ولسه ما اتجوزتش، فتجمد البويضات وتشيلها عشان ما يحصلهاش نقص شديد في الخصوبه نتيجه العلاج الاشعاعي والكيماوي، وبالتالي يبقى هي احتفظت بخصوبتها عشان تقدر تخلف لما تتجوز. يعني بعد كده هي طبعا ما بيبقاش حد عارف انه هيحصل له ورم سرطاني او لا. لا، هي جالها ورم سرطاني. لو جالها يحصل جالها وقبل ما تبدا العلاج الكيماوي والاشعاعي، دي حاجه مهمه جدا ان احنا نوعي الناس للكلام ده، ان هم بيبقى همهم انقاذ حياه الست، مش واخدين بالهم ان الدنيا اتطورت جدا، نسبه الشفاء في الامراض السرطانيه دهيت بقى عالي طبعا، فهي بنسبه كويسه هتنجو وهتعيش. بس بعد كده بقى هتبدا تفكر، طب انا هيأثر الكيماوي ده هيأثر على الخصوبة. انواع كتير بتأثر بدرجه جامده فهي جدا. فهي قبل يعني خلاص هي جالها الورم، قبل ما تتعالج تجمد، لانها لو اتعالجت قبل ما تجمد ممكن الخصوبه عندها تنخفض انخفاض شديد، ممكن نصل لانقطاع الدوره بحيث يبقى مستحيل تخلف. طب والله يعني في اوبشنز ما شاء الله، يعني سهلت كتير العملية دي وبقدت أمل كده، وما بقاش في حد يعني يقول لك ما فيش حاجة اسمها عقم نهائي يعني أو في، بس يعني حالات قليلة لما يكون ما فيش بويضات خالص أو ما فيش حيوانات منوية نهائي. يعني ده مش موجود ده مش موجود، خلاص يبقى ما بريد حيلة يعني. طيب أخيرا يا دكتور، الجديد في تحسين نسب الحمل، يعني في حاجة اسمها الحضانة الذكية، التحليلات الوراثية. ما أنا قلت لحضرتك إن إحنا بقى عشان برضو نحاول نرجع جنين واحد، فإحنا ممكن نحسن بالتكنولوجي طرق اختيار الأجنة، إن أنا بقى متأكد إن الجنين اللي شكله ده حلو فده فعلا ممتاز. فأحد الطرق إن أنا أزرع الأجنة أو أرجع الأجنة في اليوم الخامس بعد 5 أيام بعد سحب البويضات. تمام. يا أم أنا اختبرت الجنين ده فترة كافية بره الجسم في الحضانة
وشايف انقساماته ماشيه مظبوط وبينقسم مظبوط. ان انا ممكن احطه بقى في حاجه اسمها الحضانه الذكيه اللي ده اسم طبعا مجازي، هي اسمها تايم لابس انكيوبيتور، يعني اللي هو الحضانه اللي بتعمل تصوير لكل جنين كل 5 دقائق وبيتحفظ الفيلم دهوت على كمبيوتر بيحلل التوقيتات بتاعت انقسامات الاجنه وبيحلل الانقسامات اللي هي الطبيعيه من غير طبيعيه، وبيقدر يشوف حاجات مش مستحيل ان احنا نشوفها بعيننا المجرده في الحقن المجاري العادي، لان الحضانه كان واحد قاعد بيراقب الجنين ده 5 ايام كاملين. فده طبعا بيزيد نسب الحضور. اقدر اكتشف عيوب في اجنه تبدو جيده ولكن فيها عيوب اقدر استبعدها. يعني الحضانه انا في نهايه اللقاء بشكر حضرتك استاذ الدكتور هشام صالح، استاذ امراض نساء والتوليد بكليه الطب جامعه الاسكندريه. بشكر حضرتك نورتني يا دكتور. وعايزه افكر كل مشاهدينا بصفحه هتبقي ماما برعايه شركه ميرك على الفيسبوك، تقدروا حضراتكم تدخلوا على الصفحه وتبعتوا اسئلتكم واستفساراتكم واحنا هنجاوب عليها ان شاء الله. شكرا ليكم ونشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.